التصريحات اللي بتقول ان فرص الاهلي 60-40 والاهلي فرص اعلى. لا طبعا، لان ده كان شوط اول. زي ما انت قدرت تكسب الترجي هناك، هم ممكن يقدروا يكسبوك هنا، بس انت لازم يكون عندك حذر شديد ولازم تقدر تتعامل مع الجزئيه دي بشكل كويس. دي لقطات حصريه لاستقبال الكابتن محمود الخطيب لحمدي المؤدب رئيس بعثه الترجي ورئيس الفريق ورئيس الترجي التونسي. لقطات مهمه جدا وبتعكس مدى العلاقات المميزه ما بين الناديين الكبار، كبار القارة الأفريقية، الأهلي والترجي. وده كمان كان في وجود السفير التونسي محمد بن يوسف، السفير التونسي بجمهورية مصر العربية، واللي كان حريص أيضا على يعني استقبال بعثة الترجي من خلال مطار القاهرة الدولي. لقطات ومشهد أكثر من رائع يدل على مدى العلاقات المميزة بين الأهلي والأندية الأفريقية، وبالتحديد الأندية كمان الكبيرة جدا زي فريق الترجي التونسي. استقبال في صالة خاصة بيهم وضيافة وترحاب معتاد من المصريين ومعتاد من النادي الأهلي، وأمر مهم جدا 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 إن احنا كنا ننقله لحضراتكم بتفاصيل مفصلة وبتفاصيل كبيرة عشان نضع حضراتكم في الصورة أول بأول من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي، هي دي أخلاق النادي الأهلي، هو ده الترحاب وحسن الضيافة اللي متعودين عليه دايما من مسؤولي النادي الأهلي وأيضا من الجماهير الأهلوية. ممكن البعض يكون بيتطرق للشغب اللي حصل قبل مباراة الذهاب من خلال جمهور الترجي، فرصه أعلى للتأهل. طيب خليني أقول لحضراتكم، دي كمان كانت لقطات من تبادل الهدايا والدروع بين الأهلي والترجي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسيد حمدي المؤدب رئيس الترجي التونسي، علاقات ممتازة، أشقاء طبعا أمر مؤكد، وعلاقات أخوية مميزة ما بين الناديين، وأبعاد كتير قوي 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 لازم احنا نكون مركزين فيها وعارفينها. الأهلي دايما هو جزء من جمهورية مصر العربية ومؤسسة كبيرة جدا جدا بجماهيره العريقة داخل جمهورية مصر العربية. دور النادي الأهلي دايما ان هو يكون داعم ومساند في الصفوف الأولى للدولة المصرية نحو العلاقات المميزة مع مختلف الدول الأفريقية، وطبعا أكيد الدول العربية اللي أكيد هم أشقائنا، وده أمر معروف وأمر طبيعي، ما فيش أي حاجة أبدا تعكر صفر هذه العلاقات، وده أمر أيضا مؤكد. فبالتالي ممكن يكون